الخير على كل مشفونا وبيتابعونا، ولقاء متجدد دايما على شاشه المحور وفقره جديده من فقرات الطبيب، ويا رب دايما تكونوا بافضل صحه واحسن حال. هنتكلم النهارده عن عمليه التحويل المصغر للمعده. العمليه دي ليها فضل كبير جدا على ناس كتير كانوا بيعانوا من مرض السمنه، وكمان خلصتهم من اوزانهم نهائيا. العمليه دي دقيقه جدا جدا ولكن امنه، لانها كمان بتخلص المريض من السكر نهائيا. تفاصيل كتير عنها هنعرفها النهارده، ولكن قبل ما نبدا النهارده الفقره، دكتور كريم صبري معودنا دايما يكلمنا في جراحات السمنه، هو محضر مفاجاه لكل المشاهدين اللي بيشوفونا النهارده عشان عامل عرض وعامل حمله، ولكن هي في وقت قليل عشان الناس يلحقوا يروحوا، عايز يخلص الناس كلها من مرض السمنه. فتره قليله جدا الناس هيستفادوا من العمليه دي. هنعمل عملية تحويل مصغر المعدة ولكن بأسعار مخفضة جدا جدا. هنتكلم أكتر عن الحملة وعلى العرض، ولكن خلينا نرحب بضيفنا دكتور كريم صبري، دكتورة الجراحة العامة والمناظير بطب عين شمس، ومدرس جراحات السمنة والمناظير بطب عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل. أهلا بيك يا دكتور، منورنا. حاجة جديدة إن احنا نبدأ بعرض ونبدأ بحملة كده للناس يخلصوا من أوزانهم نهائيا. اشمعنى يا دكتور بقى اخترت شهر 12 وإزاي المريض يستفاد من العرض ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. الحقيقه طبعا تحويل مصغر المعده المصور هي من ضمن العمليات اللي هي بتعالج مرض السمنه، يعني الناس اللي اوزانهم كبيره فوق الوزن 35 كيلو فوق الوزن الطبيعي، ده طبقا للاعراف الطبيه من سنه 1991. يعني منظمه الصحه العالميه كانت منزله جايد لاينز يعني بقاله عشرات السنين. الناس اللي وزنها 35 كيلو فوق الوزن الطبيعي وفشلت في انظمه الدايت او الرجيم بيبتدوا ان هم يفكروا في انقاص الوزن، يا اما باحد العمليات اللي هي زي تحويل المسار او تحويل مع التكميم او التكميم بس، او ان هي تعمل تحويل مسار الاثنى عشر السيرس اللي هو تحويل مسار الاثنى عشر ذات الوصله الواحده الحديث. لكن طبعا احنا بنقول ان احنا دلوقتي اكتر، يعني يمكن احنا فكرنا في ان احنا نعمل عمليه تحويل مسار المعده المصغر لان هي من اكتر العمليات اللي هي محتاجه يعني خبره اكتر، محتاجه يعني اسعار عاليه، يعني بتكلفنا كتير. هي اسعارها عاليه بالظبط كده، زائد ان هي بتعالج السمنه وبتعالج السكر، مرضين فالطلب عليها كتير جدا. كتير طبعا. فاحنا عملنا شهر 12 في الفتره اللي هي بتاعت شهر 12 دي نهايه السنه، ان احنا نحاول ان احنا نعمل عدد كبير اللي هنقدر نعمله هنعمله طبعا في فتره الشهر ده باسعار ان احنا يعني تكون معقوله بالنسبه للعيان، وتكون تقدر ان هي عدد كبير جدا ممكن تكون متاحه له ان شاء الله. هنتكلم في نقطة تانية يا دكتور، يعني حضرتك مشهور بعمليات كتير زي التكميم والتحويل المصغر للمعدة، ليه حضرتك اخترت بالأخص العملية دي إن أنت تعمل حملة ليها أو عرض ليها بأسعار مخفضة؟ طبعًا طبقًا للأسعار المرتفعة جدًا جدًا أكيد ده طبعًا بيزود أسعار الآلات اللي حضرتك بتشتغل بيها، ليه حضرتك اخترت العملية دي بالأخص؟ ما زي ما قلت لحضرتك هي العملية طبعًا فعالة جدًا في إنقاص الوزن، عملية يعني يمكن كانت بتسمى أو ما زالت بتسمى طبعًا من 1970، ما تغيرش عليه عمليات تانية. يعني هي تحويل مصور المعدة المصور التقليدي اللي كان قبل المصور طبعا من 1970 ابتدت عمل بالمنظار في التسعينات، ابتدى روتليج الامريكي يعملها يعمل عليها تعديل اللي هو تحويل مصور المعدة المصور. فهي من اقوى العمليات اللي اتعملت في مجال جراحات السمنة، الاكثر امدا، الاقوى في انقاص الوزن. قدامنا يا دكتور على الشاشه نقدر نشرحها بالظبط. هي عمليه فكرتها بتعمل بالمنظار، يعني المنظار طبعا كان نقله كبيره من التسعينات لحد دلوقتي، طبعا ما بقاش فيه فتح جراحي خالص، يعني المريض بيعملها في خلال يوم خلال فتحات صغيره، يعني فتحه زياده عن عمليه المراره. يعني المراره لو بتعملها من اربع فتحات للمنظار كل فتحه منهم سنتي او نص سنتي، التكميم والتحويل بتعمل من خمس فتحات. الـ 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 هي دي الوصله اللي حصلت بقى بالظبط. احنا بنصغر حجم المعده لكن ما بنكونش جعانين طبعا، لان احنا بنستبعد جزء من المعده الكبير اللي هو على الاقصى اليمين، وبالتالي الاكل بيمر خلال معده صغيره مناسبه للوزن المثالي اللي احنا عايزين نوصله. طب احنا بنكون بقى جعانين طول الوقت؟ لا طبعا، لان يعني تقريبا معظم هرمون الجريلين اللي بيطلع من المعده خلاص ما بقاش الاكل يمر عليها، وبالتالي ما بيطلعش بكثره، وبالتالي بنشبع بسرعه ما بنجوعش على الفترات كبيره. الحاجة الثانية ان هي ليست استئصال لجزء من المعدة، هي بس فصل او عزل، يعني يمكن الرجوع فيها، يعني بعد خمس سنين عايز ترجع في العملية ترجع، يعني مفيش مشكلة ان المعدة ما زالت موجودة. طب المعدة دي هيحصل لها ضمور، هيحصل لها حاجة؟ لا طبعا ما بيحصلهاش حاجة، لان الامعاء مش زي الاجزاء اللي هي الخارجية، دي بتعتمد على اشارات عصبية وتعتمد على حاجات، والدموية بتاعتها قوية جدا ما بيحصلهاش اي مشاكل. الوصله كمان بتقلل الامتصاص بتاع السكريات والدهون بحوالي 70-80%، وبالتالي الكوبري اللي بيتعمل على بعد 2 متر ده بيقلل امتصاص السكر والدهون، وبالتالي الانسان بينزل وزنه بطريقه ثابته وستدي. يعني الهرمونات بقى كمان اللي بتطلع من نهايه الامعاء لان الاكل بمر عليها بسرعه زي الجي ال بي 1 بينشط البنكرياس مره اخرى، وبالتالي بيعالج مرضى السكر كمان. فعشان كده احنا فكرنا، لانها عمليه فعلا مهمه، يعني من اقوى عمليات السمنه اللي اتعملت.
السكر يعني كمان ليه مخاطر كبيره جدا وليه يعني مضاعفات كبيره جدا، عشان كده يعني دايما اللي عايز يروح يعمل مثلا عمليه ما بيفكرش في السمنه، يفكر في السكر والسمنه مع بعض ان هو يتخلص منهم نهائيا. والله مش بس السكر، يعني مريض السمنه عنده مشاكل كتيره، يعني مريض السمنه عنده مشاكل في التنفس اثناء النوم، معظمهم بيبقى مش قادر ياخد نفسه بالليل. وبيبقى يعني زي ما يقول يعني بيبقى بيقول لي انا ببقى حاسس ان انا قايم من النوم عامل مجهود عضلي شديد جدا، لدرجه ان طول اليوم لو سايق عربيه ما بقاش مركز، لو قاعد في مكتبه وبنام على المكتب مش مركز في حياته. عندهم مشاكل اجتماعيه كتيره جدا بسبب السمنه مش بس السكر طبعا، يعني في مشاكل اجتماعيه جدا قد تصل الى الطلاق يعني وتاخر سن الزواج والانجاب برضه بيتاخر شويه لان الهرمونات طبعا بتتلخبط سواء بالرجال او النساء. السيدات برضو بيبقى عندهم تكيس مبيض، السن الكبير بيبقى عندهم مفاصل صناعيه. كان عندنا في المركز امبارح احد الناس كان بيغير مفصل، يعني كان جاي يعني دكتور مشاكل في العظام قال له انا مش هغير لك مفصل لو انت نزلت وزنك، لو ما نزلتش وزنك طبعا حتى المفصل اللي انا هركبه على الوزن ده مش هينفع مش هيستحمل. يعني عشان كل الناس بقى تستفيد يا دكتور، ازاي حضرتك لسه قايل لنا ان حضرتك عمل مفاجاه ليه كل المشاهدين والناس اللي بيعانوا من السمنه، ازاي يوصل لحضرتك وازاي يستفيد من العرض ده؟ العرض هو ساري بس في شهر 12 على أمين. تحويل مصور المعده المصغر. احنا بنحاول نقارب الاسعار لان طبعا الاسعار فعلا الدبسات غليت جدا يعني الالات المستخدمه في لانها طبعا حاجات امريكيه، فاحنا عارفين ان يمكن اسعار العملات فيها يعني نوع من الزياده شويه، فالاسعار غاليه جدا. اسعار غاليه جدا، العمليه مطلوبه بكثره لانها بتعالج السكر وبتعالج السمنه. خلال شهر 12 بنقدر نكلم المركز في خلال الشهر ده بنطلب منهم العرض بس على تحويل مصور المعده المصغر. بيبتدوا لو احنا خارج مصر او من الخليج او احنا من الاقاليم من عندنا بنكلمهم بنقول لهم بنعرفهم مكاننا، وبالتالي بيتم الاتصال بيهم مباشره بالفريق الطبي المساعد بيعرفهم الفحوصات المطلوبه بحيث ان هو يعني لو كان عنده مانع من اجراء العمليه بنقول له والله يعني في ترتيب بيتم من خلال المركز عند حضرتك بأحد المرضى. تمام، عشان بس المشوار بيبقى كبير لو كان جاي من اماكن بعيده او جاي من خارج مصر، يعني ربما يكون عنده مشكله في القلب ما ينفعش معاها العمليه، ربما يكون عنده شويه علاجات لازم نوقفهم زي ادويه السيوله بنوقفها قبلها بفتره بنحاول نبدلها لو في واحد عنده مشاكل في القلب، يعني بنرتب معاه بيبعت لنا الفحوصات مره اخرى وبنرد عليه. لكن لو من القاهره هنا طبعا يفضل ان احنا نشوفه مره لاخذ التاريخ المرضي وطلب الفحوصات المعمليه بقى اللي احنا بنجهزه بيها، وبالتالي بيدخل في العرض ان شاء الله. طيب احنا عرفنا من حضرتك دلوقتي ان العمليه اللي هي تحويل المصغر المعده بتخلص المريض من مرض السكر، عايزه حضرتك تشرح لي اكتر ازاي بتخلص المريض نهائيا من مرض السكر، وفي نقطه حضرتك ذكرتها اكلم حضرتك فيها. حضرتك قلت لي لو مريض عايز يرجع في العمليه بعد 5 سنين ممكن يرجع تاني، طيب الوزن بقى هيرجع تاني والسكر هيرجع تاني؟ حضرتك بقى تجاوبني طبعا. نبتدي بالسؤال الاخير اللي حضرتك بتساليه، احنا عملنا عمليه تحويل مصور المصغر عشان تنزل لنا وزننا وتعالج السكر. تمام، طب انا بعد 5 سنين 10 سنين عايز ارجع العمليه دي خلاص، انا مش عايز اعمل، انا مش حابب العمليه. طبعا انت لو رجعت العمليه هيرجع لك وزنك تاني وهيرجع السكر، ده حاجه منطقيه يعني ملهاش مهمه جدا. حبيت اسالك طبعا فيه. لكن عاده ما حدش بيحتاج ان هو يرجع العمليه تاني، لان طبعا مريض السمنه لما بتساليه يقولي له انت نفسك يعني ممكن ترجع بعد 5 سنين 6 سنين عايز ترجع في العمليه، لو انت قال بيقول لك احنا انا اتكتب لي شهاده ميلاد جديده طبعا طبعا ازاي بقى يعني السؤال طبعا بيبقى معكوس شويه. لكن الـ 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 العمليه من العمليات القوية اللي هي فعلا بتغير اللايف ستايل خالص اجتماعيا ومرضيا وبتخلص من كمان. شوية الشنط بتاعت العلاجات اللي احنا بناخدها الكتيرة بترجعنا النقطة اللي احنا يعني قبل 10 سنين من العمر يعني. تمام دكتور كريم، طب انت حضرتك ممكن توعد المشاهدين ان حضرتك تعمل مثلا عرض على عملية التكميم؟ في ناس بيفضلوا انهم يعملوا تكميم بس، في وعد ولا ما فيش وعد؟ ان شاء الله احنا بنقيمها كل فتره على حسب بقى طبعا يعني اسعار المستهلكات الطبيه، بنقيمها بالاتفاق مع الشركات اللي احنا بنستورد منهم الحاجات دي، بيبقى يعني في ديلز احنا بنعرفهم ان احنا والله بنعمل عرض معين انتوا هتساعدونا ازاي. المستشفيات الاقامه بتاعتها بتقل شويه، احنا اسعارنا في اجراء العمليه كفريق طبي بنقلله على قد ما نقدر بحيث ان تبقى العمليه تتعمل بامان في مكان امن بدبسات امريكيه بتتعمل بكفاءه عاليه يستفيد منها العيان. يعني احنا بنحاول نوفق الظروف وان شاء الله قريبا باذن الله يكون في حاجه ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله انت وعدت دكتور كل الساده المشاهدين ان شاء الله انتظرونا وفي عروض ثانيه من دكتور كريم صبري. كان منورنا النهارده من داخل استوديو الاستاذ الدكتور كريم صبري، دكتوراه جراحه العامه والمناظير بطب عين شمس، ومدرس جراحات السمنه والمناظير بطب عين شمس، واستشاري جراحات السمنه والمناظير بمستشفى وادي النيل. دكتور كريم بشكرك مره ثانيه. مشاهدينا فقرتنا انتهت ولكن حلقتنا لسه مكمله معاكم، استنونا فقرات مختلفه ومتجدده. هنروح لفاصل ونرجع تاني، استنونا.